يعني الشوق الجارف للزيارة، الشوق الجارف للطواف، الشوق الجارف للسعي، الشوق الأكثر يعني لإتمام المناسك هناك. هنا من يتشوف إلى أن يذهب، هنا من يتمنى أن يؤدي هذه المناسك. كيف تتوازى الأعمال هنا؟ كيف أكون مثل الذي ذهب إلى هناك؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أراد أن يجعل من هنا ولم يكتب لهم الحج في هذا العام، ولكنهم يريدون أن يضحوا، عزموا على التضحية، فأراد أن يكون هناك تشابه وتقارب بين النسك هناك وبين النسك هنا. ففي حديث أم سلمة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هل عليكم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. ده فيه تقارب بين من هنا ومن هناك، في مشترك هنا بقى. مشترك، أيوة. يعني ما نريد، أو يعني الشرع مش عايز أن أنت كمان تحرم نفسك من فرحة الالتزام. هو الالتزام ده ببعض الأمور بيبعث في النفس انشراحا، ويبعث في الإنسان أدب الطاعة لأوامر الله. عندما يأمرك، انظر إلى الرمي، أمرك أن ترجم حجرا وأمرك أن تقبل، أن تقبل حجرا. شوف التعبد إزاي، قد إيه هذه العبادة تعود الإنسان على متى يلتزم ومتى يحافظ، متى يأتمر ومتى ينزجر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هل عليكم، وإحنا بنذكر النهاردة الناس بهذه السنة التي ربما تكون غائبة عن البعض. أنت لسه ما اشتريتش الأضحية، ما عندكش مكان، بس هتشتريها يوم العيد، ليلة العيد، هستلمها قبل العيد بيومين. قبل العيد بيوم. ما في ناس بتبقى متفقة على الأضاحي بفترة كبيرة. نعم. يعني بيستلمها قبل ليلة العيد، قبل العيد بيومين. نعم. يوم الذبح. نعم. يعني وخلاص نويت، إذا أدرك نفسك قبل أن يهل عليك هلال ذي الحجة. أيوة. تنظف الشعر جيدا، تقص الأصفار جيدا، كل شعر البدن، وتتعبد الله بهذه السنة التي هي مستحبة عند بعض العلماء وواجبة عند البعض، لأنهم أخذوا من أمر النبي، بعض العلماء أخذ من أمر النبي هذا الوجوب، قال فليمسك عن شعره وأظفاره. هذا فيه تقارب وتشابه. الأمر الثاني، هم في عبادة هناك ونحن أيضا في عبادة هنا، يعني الزمن الشريف يجمعنا. نعم. هم في المكان الشريف. نعم. ونحن أيضا عندنا زمان شريف طبعا، وهو زمان العشر. الذي سمي العشر، بعض يقول لك امبارح يعني امرأة صالحة بتستشكل في التليفون، تقول لي هم عشرة ازاي، ده هم تسعة. قلت لها ما هو ده تغليب، هذا تغليبا بنقول أيام العشر، لأن القرآن قيل أقسم والفجر وليال عشر، وليال عشر. قيل هي ليالي العشر من ذي الحجة. ذلك العلماء يا ترى اختلفوا اختلاف جميل قوي، وذكر هذا الخلاف الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى. يا ترى العشر الأول من ذي الحجة لها مكانة عند الله كالعشر الأواخر من رمضان؟ بعض العلماء رجح أن العشر الأول، وشوف بقى ديت البشرى السارة لنا. بعض العلماء ذهب إلى أن العشر الأول من ذي الحجة أفضل من العشر الأخيرة من رمضان. قال كده ليه؟ قال لك لأن الله أقسم بها، ولا يقسم الله إلا بعظيم. الأمر الثاني، قالوا قال النبي: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام. شوف، ما من أيام، يبقى إذا نفه، ما من أيام، وأيام هنا نكرة وجاءت في سياق النفي، إذا هي أفضل من كل الأيام. العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام. كلمة العمل الصالح، البعض إخواننا اللي في اليومين دول بقى يقول لك إيه، اوعى تصوم إلا يوم عرفة. ليه؟ ما سباتش.
ما ثبتش ان سيدنا النبي صام. يا راجل يا راجل ما تبص لمنطوق الحديث ده، بقول ما من ايام العمل الصالح، والعمل على يعني اتساع انا مش عارف معنى يعني ومفهوم العمل الصالح، كيف نخرج الصيام من جملة العمل الصالح؟ إذا لك أن تصوم، ولك أن تختم ختمة من القرآن، لك أن تصل الرحم الثواب فيها مضاعف، لك أن تتصدق وأن تطعم المساكين الثواب فيها مضاعف. الله. إذا ما من أيام العمل الصالح فيها، ما تجيش تطلع لي تقول لي لا الصيام ما وراتش، هو كلمة العمل الصالح دي ما تشملش يعني الصيام. هل قيدت، هل قيد المعنى بمعنى خاص ينزع منه هذه العبادة أو هذه الطاعة؟ أبدا. انغلاق انغلاق في الفهم وتضييق على الناس. بعض الناس بتخلي الناس تفطر فعلا. يا جماعة سيبوا الناس يعبدوا ربنا ويفهموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الفهم الفطري الجميل. هو داخل الصيام داخل في جملة العمل الصالح. يا أيها الناس خليكم معنا. نعم. يا أيها الناس خليكم معنا احنا يعني مع العلماء. نعم. مع العلماء الحقيقيين، لأن هذا أدعى لأن تعلم وتعرف كيف تعبد الله، كيف تعبد الله على علم، وهذا هو الحد الأدنى في التعامل، لأننا نريد دائما أن نفهم من علمائنا. نعم. أجلاء.